يومكم سعيد. معاكم دكتور وليد لطفي، تشيرمان شركة أوميجا لاب ليمتد. عملي خلال حياتي والفترة اللي فاتت إني أتواصل مع الفرق الطبية عشان أنقل المعلومة الطبية في كل الشركات اللي تعاملت بيها وعملت بيها، أنقلها لكل أساتذتي من الأطباء والصيادلة. وده أنا قمت بيه في رأيي بمنتهى الأمانة. حبيت خلال الفترة اللي جاية ان انا اتواصل مع جمهور، اعرض انقل له الخبرة دي وخبرات جديدة ممكن اكتسبها. مش هدعي ان انا اعرف كل شيء، ولكن اوعدكم ان انا هبحث في كل شيء. هنتكلم في مواضيع موجودة على الساحة، مواضيع طبية، العلاج بالاعشاب، الصيحات الجديدة في العلاج بالاعشاب. هنتكلم عن التجميل، هنتكلم عن الشعر، الجلد وكل ما يفيده. هنتكلم عن الدواء، كل الجديد في المجال الطبي. كمان هنتكلم عن الغذاء الجيد والغذاء الضار، وازاي نستخدمه وازاي نوجه الغذاء. هنتكلم عن الحرق، هنتكلم عن السمنة، وازاي ان انا ممكن اغير قدرة الجسم بتاعي ان هو يقدر يتعامل مع المواد الغذائية. كمان اوعدكم اني هكون ببحث في كل جديد، هنقل كل الاراء الموجودة في كل مجال جديد بتكلم فيه. هنخش المعمل مع بعض وهنعمل تركيبات قدامكم بعينيكم بتشوفوها، تركيبات تقدروا تعملوها. هنشوف كل جديد. اوعدكم كمان ان انا هقدم الرأي والرأي الاخر، بمعنى ان لو في موضوع مصار وانا حبيت اسيره هنقل لكم الرأي والرأي الاخر. وهنتكلم في موضوعات كتيرة، وكل ما يكون في موضوع ممكن اقدر اتكلم فيه هتكلم. اوعدكم اني اكون متواصل معاكم خلال الفترة اللي جاية، وان يكون في دايما فيديوهات كتيره بتنزل بتتكلم عن هذا المجال، وبتقدر كمان تفيد في الماركت خلال الفتره اللي جايه. اشكركم جدا على استماعكم ليا ووقتكم اللي اديتوني.